مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهل وبسيط لرمضان. ان شاء الله كل رمضان وانتو سالمين يا رب. حلو مثل ما شايفين، شكلها بشهي وكتير طيبة وبتتحضر بوقت كتير كتير صغير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطيت كوبين حليب، ضيف نشا، ملعقة، اثنين ملعقتين طعام نشا، سكر، ملعقة ونص سكر. كمان موجود عندي ظرف كريم كراميل، ضيف الكريم كراميل فوق النشا والحليب. الكريم كراميل بيعطي نكهة كتير كتير طيبة. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط عنا بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز. بحط من أصابع الكيك بالكيس، لما ننعمن شوي لحطن بالأكواب. شايفين كيف بهيدا الشكل؟ بحط أصابع الكيك بهيدا الشكل شوي، بوزعن على الكاسات. بحط من عصير الفواكه، بحط شوي شي بسيط على أصابع الكيك اللي بالأكواب. شايفين؟ بحط من الخليط بالأكواب. هولي بعد ما حطيناهم بالأكواب بهيدا الشكل بتركن ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحط الفواكه على الوجه. بعد حوالي 20 دقيقة بحط الفواكه على وجه الحلو. بعد ما حطينا الفواكه على الحلو، هلأ بحطهم بالبراد حوالي نص ساعة وصاروا جاهزين للتقديم. هذا الحلو اللي عملته أنا وياكم، حلو كتير سهل وبسيطة لرمضان. إن شاء الله كل رمضان وإنتوا سالمين يا رب. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.